تراجعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن ترديد ونشر أكاذيب إسرائيل بوجود تهريب للأسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر الحدود المصرية. وكشف تقرير حديث للصحيفة أن قدرا كبيرا من الأسلحة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية يأتي من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفقا لما أكده مسؤول الجيش والاستخبارات في إسرائيل. كما أشارت التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن الفصائل الفلسطينية قد استطاعت تصنيع صواريخها والأسلحة المضادة للدبابات من 1000 الذخائر التي لم تنفجر عندما ألقتها إسرائيل على غزة على مدار 17 عاما الماضية.